السلام عليكم، معكم خالد، كوتش ديال الفيتنس هنايا في لاصال بالي سبورتيف. بالنسبه ليا الرياضه شي حاجه اللي ضروريه في الحياه ومهمه، وماشي غير الرياضه كمال الاجسام. الانسان يقدر يدير اي رياضه، يقدر يدير لا بوكس، يقدر يدير تايكواندو، يقدر يدير غير لا مارش، راه رياضه. المهم الانسان يكون كيتحرك في النهار ديالو. وبالنسبه للناس اللي كيكونوا يلاه بادين لونطريمون مبتدئين، كنصحهم اول حاجه انهم يكونوا كيسمعوا وكيسولوا، يسولوا عباد الله، يسولوا الناس اللي يسولوا لي كوتش، يسولوا الناس اللي فايتينهم واللي قدامين عليهم شي شويه باش يستافدوا، لانه الرياضه كتعلم. يعني كلشي كما كيكونش عارف في الاول، ولكن مع المده نهار من بعد نهار كتولي كتعرف بشويه بشويه. ويتفرجوا في لي فيديو، يشوفوا لي الفيديوهات ديال لي زاتليت، الفيديوهات ديال المبتدئين. راه كاينين الناس كيديروا فيديوهات غير الناس المبتدئين، وتسول وتجي تريني على راسك. وبطبيعه الحال الاستمراريه، الرياضه كتبغي الاستمراريه، يعني باش تطلع واحد لاطاي زوينه. وهذا بالنسبه للدراري ولا البنات، كيخصك انت ماشي ايام ولا شهور ولا شي حاجه بحال هكا، كتحتاج سنين. يعني الاستمراريه المداومه، خاص بنادم يكون كيداوم لونطريمون، زائد لا ديسيبلين. بنادم خصو يكون ديما فاش يكون عنده السيونس ديالو يمشي يتريني على راسو. هادشي اللي كاين. بالنسبه للنظام الغذائي، بالنسبه لحنايا هنايا في رياضه كمال الاجسام، النظام الغذائي ما كيكونش بحال الناس العاديين. اول حاجه كيكونوا الوجبات كثار، يعني كتكون بين 5 الوجبات حتى 6 الوجبات في النهار، وكتكون وجبات اللي كتكون فيها اغذيه مهمه، بحال دابا كتكون الحوايج اللي كتحتوي على الكربوهيدرات وكتحتوي على البروتينات، يعني الماكله اللي مهمه ماشي اي ماكله. زائد انه كنحاولوا نبعدوا على الماكله اللي ما مضره شويه بالصحه، بحال دابا الماكله الزنقه والفاست فود، داك الشيء كنحاولوا نبعدوا عليه، كنقللوا منه. شي اللي كاين. والماكله كنحاولوا ناخذوا الخضار، ناخذوا الفواكه، ناخذوا اللحوم، ناخذوا مثلا الاسماك، ناخذوا الدجاج، ناخذوا البيض، الحوايج اللي مهمين اللي كيحتوي على البروتين. هادشي اللي كاين. الصراحه ما كاينش وقت محدد. كاين واحد الاختلافات بسيطه، مثلا الا جيتي ترينيتي في الصباح كتكون شويه الانرجي شويه ناقصه، لانه ما كتكونش واخد بزاف د الوجبات في النهار، ماشي بحال لا ترينيتي في العشيه كتكون واخد مثلا 4 ولا 3 د الوجبات، ماشي بحال الصباح يلا كتكون فطرتي ولا شي حاجه بحال هكا وكتجي تريني، دونك شي شويه الجهد كيكون ناقص. عاوتاني العكس، العشيه كيكون شويه الجهد ولكن كتكون شويه الكونسونطراسيون ناقصه، لانه بنادم كيكون دوز النهار كامل، كيكون اما خدام ولا قاري ولا هذا، دونك الدماغ ديالو ما كيكونش بحال الصباح، كيكون الدماغ ديالو خاوي كيجي كيتريني مرتاح. وهذا هذا هو الفرق ما بين الصباح وبين العشيه، بين لونطريمون الصباح وبين لونطريمون في العشيه. عندك شي سلبيات؟ الصراحه الرياضه لا. الرياضه بالنسبه لكمال الاجسام كاينين السلبيات، الا خديتي داك الطريق ديال البطولات والطريق ديال الدوباج والطريق ديال الهرمونات، هذه هي اللي كاينين السلبيات. كنتي كتريني طبيعي، كتاكل طبيعي، كتستحمل المكملات عادي، ما كاينش كاع المشكل، ما كاينش كاع سلبيات، بالعكس هذه الرياضه كتعاون في بزاف د الحوايج، كتحسن لك المورال ديالك، كتبدل لاطاي ديالك، انت كتثق في راسك، كتولي عندك واحد الثقه في النفس، كترتاح نفسيا. هادشي اللي كاين. يعني الرياضه كلها مزيانه. الرياضه كما قلت لك في الاول هي شي حاجه اللي مهمه وضروريه، ماشي غير مهمه، ضروريه، خاصها تكون كما كناكلو وكنعسو، هذا خاص تكون حتى الرياضه داخله في الحياه ديالنا. يعني شنو ما كانت اي رياضه، مهم تكون الرياضه كاينه في الحياه ديالنا. وبالنسبه للناس اللي باغيين بالضبط رياضه كمال الاجسام، كنصحهم يتوكلوا على الله، يبداو، لانه بنادم كيكون عنده واحد التخوف في الاول، لا انا ما كنعرفش، لا انا ما كنعرفش لي زيكزارسيس، ما غنخدمش، ما هذاش، وما كيقدرش. من بعد حتى واخا كيدير هذه الخطوه هذه، ملي كيجي كي مثلا كيتريني شي شويه، كيحس براسو ما كيبانلوش الفرق، وهذا كيمشي بحالاته. كما قلت في الاول، هذه الرياضه هذه ديال سنوات، فهمتي، من بعد عام، عامين، 3 سنين، ديك الساعات عاد كنبدا نحس بالنتائج ديالها. يعني بنادم خصو يكون صابور، يصبر شي شويه ويحاول يستمر، فهمتي، يحاول بنادم يستمر، لانه الوقت كيدوز كيدوز. من بعد شحال من واحد كيكون ما كيترينيش، كدوز 4 سنين 5 سنين، كيقول لك ام صابت، كنت غير كنت تريني في ذاك السنين اللي دازوا، لانه ما درت فيهم حتى شي حاجه. يعني الانسان يستغل هذا الوقت هذا في الرياضه،
يعمر بها وقته ويحسن بها الحياه ديالو لانه هذه الحياه الرياضه ما كتبقاش غير رياضه، كتولي نظام ديال الحياه، كتولي تاكل في وقت مقاد، كتولي كتريني في وقت مقاد، كتولي المورال ديالك مزيان، يعني بزاف ديال الايجابيات. الله يحفظك، الله يبارك فيك، مرحبا. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.